اهلين اسيل، رد على التليفون بقى انور لو سمحت. شو يعني كل هالقد صعبه تقول الو؟ ما عم افهم كل القصه، بترد وبتقول الو؟ شو هالشغله يعني؟ لك رد علي اسيل. الو انور، بس انا رديت. والله هاد انت؟ بس ليش ما سمعتك؟ رديت على التليفون؟ قول الو كمان لشوف، بدي اتاكد. خليني اسمع. يلا قول الو. الو. والله هاد انت؟ لا ما عم اتخيل. ليك انور، انا اتصلت فيك اكثر من مره لانه انشغل بالي عليك، لانك ما رديت علي. ليكني رديت كرمال ما ينشغل بالك اكثر. لسه مشغول عن جد. انا بنت مهووسه. الوسواس بينزعلي مرائي، ببهر وبكبر القصه وبساوي من الحبه قبه. المهم انت منيح؟ ايه منيح. ما قدرت رد عليكي لانه صار معي كم شغل اليوم. شو الموضوع؟ صوتك مو منيح، احكي لي بسرعه شو القصه. ستي تعبت ووجع راسها شوي، وهلا سطحتها بغرفتها، وامي وابي مانن هون. مالي عارفان شو بدي ساوي. اخدها على المستشفى ولا جيب للدكتور لهون على البيت احسن؟ لا تعمل اي شيء، ليكني جاي لعندك. انا بالتاكسي هلا، ثواني بكون وصلت. اساسا كان حاسسني قلبي انه في شيء، بتصدق وقت اللي بحس بشيء بيصير فورا. يلا جايه. لا 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 تجي، خلص ما في داعي تعذبي حالك. الو. سكرت بوشي. مجنونه.